بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، صاحب التاج والميراج والبراك والألم، داف البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، والله عاصم جبريل خادمه، والبراك مركبه، والميراج سفره، وسدرات المنتهى مقامه، كبا قوسين مطلوبه ومطلوب مقصوده، والمقصود موجوده، سيد المرسلين، خاتم النبيين، شفي المذنبين، أنيس الغاربين، رحمة للعالمين، راحة العاشقين، مراد المشتكين، شمس العارفين، سراج السالكين، مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء والمساكين، سيد الثقلين، نبي الحرمين، إمام القبلتين، وسيلتنا في الدارين، صاحب كعبة حسين، محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين، ومولانا مولى الثقلين، أبي القاسم محمد ابن عبد الله، نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.